انا ازاي متجوز القمر ده؟ قولي يا فريد، لبس حلو؟ ايه رايك؟ لسه جايباه امبارح. حلو قوي يا روح. اوكي، انت فطرت؟ ايوه حبيبي، وعملت لك التوست والعصير ومستنيينك في المطبخ. اوعى يكون التوست مش مقرمش. عيب عليكي، طبعا مقرمش، بس انت الحقيقه قبل ما ينشف بس. الو، هاي نهله، ازيك؟ عامله ايه؟ صباح الفل يا رندا. والنبي يا حبيبتي والنبي، عايزاكي النهارده بدري في الشركه عشان في حاجات ضروري ناخد قرار فيها. انا نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير، وهكون عندك في الشركه. اوكي ماشي حبيبتي، يلا سي يو دير. باي باي. ادخل. القهوه بتاعت حضرتك يا باشا. تسلم ايدك يا عم محمد. شكرا يا محمد. أي خدمة تانية يا باشا؟ تسلم لي. يا حبيبي. يا حبيبي، أنا وصلت المكتب وبشرب القهوة. بحبك يا روحي. وأنا كمان وصلت الشركة حبيبي. صباح الخير. صباح الخير يا مرة. صباح الخير يا مدام رنا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. مهلا جد؟ اه، وبعت لي حضرتك قلت لي عليه. طيب تمام. بعد شويه عندي ميتنج هخلص وابعت لك. اوكي يا حبيبي، مش مشكله، مش لازم كل تفصيله تحكيها لي. ها، ركز في شغلك بقى. طب جود داي، باي. النور، لسه كنت بدعي عليكي في سري. ليه ان شاء الله؟ ما انا جيت على طول اهو يا بنتي. بتكلم على الاوفر الزفت اللي انت عامله لرويده العمري. ايه الاسعار اللي انت حطاها دي؟ سيبك سيبك، بطفش. بتطفشي ليه؟ ما انت عارفه يعني ان هو مهتم جدا بالديل ده. وهو مهتم ليه؟ مهتم عشان عايز الموز ده. تفتكري انت هتستعبطي؟ يعني انت مش فاهمه يعني؟ معرفش، انا كنت شاكه صراحه في الاول. خليكي كده طفشي. بس هو انا ليه بلاحظ انك دايما بتحب تبوظي علاقات هاني مع الستات الحلوه؟ نعم اكيد، يعني انا مش بغير على هاني مثلا. امال لو مش كده يبقى ايه؟ لا انت عبيطه ولا ايه يا نهى؟ انت فعلا متخيله ان انا بغير على هاني مثلا؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ انا كل الموضوع اني بتحمق لفيروز عشان هي صاحبتي، وهي اصلا اللي عرفتني على هاني، وهي اللي جابتني الشركه. وانت هنا مش عشان تشتغلي جاسوسه لفيروز على هاني يا رندا. هي اصلا ولا داريه ولا حاسه باي حاجه ومبسوطه وزي الفل. يبقى الصح انك تركزي في شغلك يا رنطة. لا هو مش موضوع داريانا، المشكله ان فيروز عندها ثقه في نفسها رهيبه، ومش ممكن تتخيل ان هاني ده اللي هي اختارته من وسط كل الرجاله اللي حفيوا عليها يطلع بيخونها. هو حيوان قوي بصراحه، يعني واحد يبقى متجوز واحده زي فيروز يبص بره، ايه الرجاله دي يا ماما؟ في ايه؟ ما كلنا حلوين. وبعدين كل الرجاله كده مش بس هاني، احمد جوزي مثلا، سليم يعني، ما انت عارفه كويس قوي عامل فيها ايه. ده فريد جوزي. بصي قبل ما افتح الفويس نوت هقول لك هو بيقول ايه. حبيبي انا خلصت الميتنج. حبيبي انا خلصت الميتنج. شفتي؟ هيشلني. يا بختك، مفيش حد عاجبه حاله. انا فعلا مش سعيده في حياتي. ليه؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور رندا. فين الاوفر بتاع رويده العمري؟ معايا من امبارح. لسه برجو. عملتي ديسكاونت كويس؟ لا ما عملتش ديسكاونت. انا عايزك تعملي ديسكاونت كويس، اعملي اكبر نسبه تقدري عليها. انا عايز الديل ده يخلص في كلمتين، اللي هو تقرا توقع باي بروفوار. اوكي؟ اه وماله، سهله. يلا انا في مكتبي. طيب اتفضلي، وابقي لمي رجلك دي. يا سعيد بيه، لو حضرتك عايزني ان انا اسافر اسوان اترفع في القضيه انا تحت امرك. فريد، انا بثق فيك اكتر واحد في المكتب عندي. انت اهم محامي عندي فعلا، والقضيه دي بالذات ما
محتاجة حد دماغه شغالة زيك. خدها درسك وجهز نفسك عشان تسافر. ولما ترجع عندي قضية أهم. تمام يا فندم. أنا كده كده عندي فكرة عن قضية. وهسافر أترافع وأرجع في نفس اليوم. وليه تبهدل نفسك كده؟ أنا حاجز لك في أوتيل. أنا كده ولا كده هسافر بتذكرة طيران على حسابي يعني. وأبقى وفرت لحضرتك الإقامة. برضه عشان خاطر المدام. بصراحة ما أحبش يبقى عندي فرصة إن أنا أبات في البيت وأبات بره. ما تركبش معايا. بص يا فريد، حلو قوي إنك تكون راجل ملتزم. بتحب مراتك بالشكل ده. بس خد بالك، زي ما بيتقال إن وراء كل رجل عظيم امرأة، ساعات بيكون وراء كل فاشل امرأة برضه. أنا الحمد لله مراتي من النوع الأولاني. أنا بس بنبهك، وأنت أكيد أضرب حياتك وظروفك، ولو حياتك استمرت صح بعد 10 سنين من دلوقتي هتكون المحامي الأول في مصر. بعد حضرتك طبعا يا فندم. معلش أنا آسف، لازم أخد التليفون ده. اتفضل. أيوة بيبي. بيبي بقى بيني. هبعت لك على الواتساب الأوفر بتاع امبارح. بص عليه بصة كده وقولي لو محتاج أي تعديل أعدله على طول. بس بسرعة بليز. ها؟ لا يا حبيبي تمام، أنا كويسة مفيش حاجة. والله ما في حاجة مضايقاني عادي، بس مش كل مكالمة يعني هنقعد نحب في بعض. طب باي باي دلوقتي يا فريد عشان عندي شغل. باي. يا رزق. نعم. تعال. نعم يا فندم. عايزه مين دي؟ دي حضرتك كانت بتسال على مكتب الاستاذه هلمي. لا والله. هاي يا فندم. طب تمام. اتفضل انت. بعد اذن حضرتك. رهيب. رهيب. عيني عليك يا فيروز. بصي بقى يا بيبي، ده الراجل هو المفروض انه القاتل. بصي شايفه؟ يا حبيبي انا هستفيد ايه بس لما اشوف صورته؟ يا حبيبتي بعيشك معايا تفاصيل القضيه. طب تمام. انا عشتها معاك اهو، خلاص بقى. طب استني اوريكي بقى القتيل، صوت القتيل. بصي مش عايز اشوفها لو سمحت، كفايه كده. عشان خاطري يا بيبي. طب هكلمك بعدين، هكلمك بعدين عشان تسعيدي. فين الاوفر يا بنتي؟ لسه دايس ستاند حالا، هتلاقيه على مالك دلوقتي. اخيرا. قولك ايه، تعالي تعالي تعالي. ايه؟ قولك ايه؟ مين اللي كانت عند هاني دي؟ كانت ايه؟ ما هي لسه مرزوعه عنده في المكتب وقال لي مش عايز حد يزعجني. لا والله. ايوه دي مين يعني؟ غريبه. بنت لو مراته مش هتعملي كده. انا لو حد ما اعرفكيش اقول اكيد تغيران عليه. تاني يا نهله؟ انت يا بنتي هبله ولا ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ انت عبيطه؟ انت تتعصبي عليا ليه؟ هو انا اصلا ناقصه؟ عموما هي اسمها، مش عايزه اعرف اسمها. احسن اروح اطبع القفل بتاعي. روحي. لا انا كنت عايزه اعرف، بس انا مش معجبه بيه. معجبه بيه ده ايه؟ هو هاني بيعجبني، بس بيعجبني عادي. لا طبعا مش اكتر من كده. ماشي بابا، ماشي. سلام حبيبي. اخباره ايه امر؟ كويس. عايز يتجوز تاني يا ستي. يتجوز؟ يتجوز مين؟ طنط بوسينه بنت عمه، كان بيحبها قبل ما يقابل ماما. طب وما اتجوزهاش ليه من الاول؟ ما هو كل شويه كان بيتجوز. لا بصي بقى، بابا اتجوز على ماما مرتين واتطلق، وجوز 2 تانيين واتطلق. ماما كانت ممكن تقبل اي حد لانه عارف ان هيتجوز شويه ويطلق، الا طنط بوسينه، عارفه ان هي كانت الحب الاولي. تهيألي مامتك كانت عايشه حياه كلها سسبنس. مؤامرات وخطط بس خلي بالك، هي الوحيده اللي فضلت على ذمته لحد ما ماتت، كان بيعشقها. بس سبحان الله، انت مش طالع لباباك خالص، عكسه تماما. بتحب تلعب على المضمون، بتخاف من التغيير، تقليدي يعني. ايه يا حبيبتي؟ تحب اتجوز عليكي؟ لا طبعا. عموما سيبك، انا نازله. الله، نازله فين؟ مش قلنا هنشغل فيلم ونعمل فشار ونسهر سوا؟ لا لا لا، انا خارجه اشوف فيروز. اشمعنى؟ عادي يعني، هنخرج كده نقعد نرغي في اي حاجه. ايوه هتروحوا فين يعني؟ فريد يا حبيبي، انا بقعد في البيت مخصوص عشان خاطرك، بس انت كمان بيتوتي بزياده. مش كل ما هقولك ان انا خارجه هتقلب لي وشك يعني. طب ما تخرجي معايا، انت قلت لي يلا نخرج قلت لك لا. عشان انت بتخرج غصب عنك يا فريد، ولما بتخرج بيبقى نفسك ترجع البيت،
ولو خروجه اتلغت بتبقى في قمه السعاده، يعني بتقفلني من الفكره قبل ما تبتدي اساسا. اخرج معاك لما احس ان انت حابب تخرج معايا، مش بتعمل لي جميله؟ خلاص خلاص. اخرجي زي ما انت عايزه، وانا كمان اشوف حد من اصحابي يروح اي كافيه ولا حاجه. طيب تمام، ايه المشكله؟ لا مفيش مشكله، بس انت خارجه انت وفيروز بس صح؟ هاني مش جاي. انت غريب قوي يا فريد، وايه المشكله لو هاني جاي يعني؟ مش كفايه مستحمله معاكي في الشغل؟ كمان هتخرجي معاه؟ ايه خارج مع المدام والموظفه بتاعته؟ ايه ده؟ ايه الافكار دي؟ وايه الموظفه بتاعته دي؟ انا مش بتاعت حد. انا اسف حبيبتي، مش قصدي، بس انت عارفه كويس قوي ان هاني سمعته زي الزفت. ما بحبش ان حد يشوفك خارجه معاه، حتى لو مع مراته. ماشي يا فهد، عموما اطمن، انا خارجه انا وفيروز لوحدنا. جيتي هنا قبل كده؟ 100 مره. لا بس المره دي غير. هنشوف هنشوف. ولا اي حاجه نيجاتيف، بالعكس لازم نسيب الدنيا تمشي، ما نزعلش الا على التفاصيل اللي تزعل فعلا. بصي انا ما بحبش النكد، والرياضه عموما واليوجا ليها دور كبير انها تبعد عني اي نيجاتيف ثوتس. ايه ده في مالي؟ ايه يا حبيبي انت بتعمل ايه هنا؟ مفاجاه. صدفه فظيعه. ايوه مفيش، انا لقيت عربيتك واقفه بره فقلت ادخل اسلم عليكي. بس حبيبي انا ما جيتش بعربيتي، انا جيت بعربيه رندا. ايوه ما انا شفت عربيه رندا، ما انا عارف يا حبيبتي اللي انت معاها، عشان كده قلت ادخل اسلم عليكي. مساء الخير. رويده ازيك يا روحي؟ وحشتيني قوي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ انا عارفه انت ما تعرفينيش، بس ممكن تكوني سمعتي اسمي. انا رندا عبد الحميد، سيلز اند ماركتنج مانجر في شركه هاني عرفات. القعده هناك دي تبقى فيروز مراته، وهو اكيد ما كانش يعرف ان هي موجوده هنا. وانت كمان حد ليكي قيمتك ومكانتك في المجتمع، فبليز ما ينفعش نعمل اي موقف يخلي شكلنا وحش من فضلك. الحيوان ده انا داخله مع المكان قدام الناس وجايه معاه في عربيته، وهو جري زي الارنب لما شاف مراته. وكويس انك وقفتيني، عشان ما ينفعش اقلل من نفسي عشان واحد زي ده. بس قولي له لو لمحته في مكان مش هخلي له كرم. سوري دي واحده صاحبتي كده. شفتي البي ده اللي جاي تجسس عليا؟ جسس ايه بس يا بيبي؟ بس انا ما ينفعش يعني ابقى شايفك في مكان وما تخش اسلم عليك. بقول لك ايه؟ انا لازم امشي دلوقتي عشان عندي ميعاد مع ناس مهمه جدا، ما تاخريش. ماشي يا روحي، انا مش هتاخر. اوكي يلا باي. باي 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 باي. رهيب هاني جوزك ده، رهيب. رهيب ازاي؟ خطير يعني، بيعمل لك مفاجآت كده ويجيلك فجأة. رهيب. يعني انت عايزة تقنعيني فجأة لقيته قدامكم كده؟ لا يا فريد والله انا مش عايزة اقنعك بأي حاجة، انا بحكي لك اللي حصل. انت بقى عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق براحتك. انا مش قصدي اشكك فيكي، بس برضو من حقي ان انا استغرب. يعني الحاجة الوحيدة اللي بوصيكي عليها عليها بتحصل. والله في حاجة في الدنيا اسمها قدر، في حاجة اسمها صدف، وانا ما بحبش حد يحاسبني عن حاجه انا ماليش ذنب فيها، حاجه انا مش مسؤوله عنها. خلاص حبيبتي خلاص، ما تزعليش. خلاص يا فريد، يعني في الاخر انا بغير عليكي، وده بحد ذاته مش المفروض يضايق ولا ايه؟ خلاص يا فريد اقفل الموضوع، انا هنام تعبان، وبدفع الكريدت كارد بتاعي، هروني مكالمات. كام؟ مش فاكره، بص في الموبايل بعتني مسج. اتفضل يا حبيبي. ميرسي. بريان اتبسطت قوي مع رندا النهارده، برتاح في الكلام معاها عن اي حد تاني. رندا كويسه جدا. بنت ناس، شبهنا يا بيبي قوي. انما ايه اللي وداكم المطعم ده بالذات؟ انا معرفش انك تعرفيه. لما اتفقنا نتقابل ما كنتش عارفه نروح فين. فجاه افتكرتك وانت بتكلم امير لما كان بيسالك ياخد مراته يعشيها فين يوم الانيفرسري، فانت اقترحت عليهم لا تافيرنا فروحنا. طيب ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن بعد كده وانت نازله يعني تبي تعرفيني انت رايحه فين بالظبط؟ يعني يا بيبي ما حبيتش فكره ان انا اتفاجئ بيكي في مكان. عادي يا هاني، ما انا قايله لك اني نازله، وقلت لك ساعتها لسه مش عارفين هنروح فين. صحيح، انت خدت بالك من الست اللي جت سلمت على رندا؟
جبال. اصلي لاحظت انها كانت جايه مكشره علينا، في الاول افتكرت انها جايه تتخانق معانا مثلا. لا ما تاخدنيش في بالك، في ناس كده اصلا كشرين. ٣٠٠٠ جنيه؟ التلاجة فيها حاجة غلط، مش عاجبني تبريدها. هي مش لسه في الضمان؟ اه في الضمان. مالك متكشر كده ليه؟ على فكرة أنا اللي المفروض أبقى متضايقة مش أنت. أنت بصيتي على الواتساب بتاعك النهاردة؟ لا ما بصيتش. اشمعنى؟ بصي عليه لو سمحتي عشان في حاجة محتاجة تفسير. أنت بتتكلم عن إيه بالظبط؟ ما الأسهل إنك تبصي على الواتساب عشان تعرفي تردي عليا. اوكي طب ايه بقى؟ انت ليه بقى؟ فسري لي الرسالة دي. لا قبل ما افسر لك اي حاجة، انت ليه بتفتش في موبايلي؟ انت عارف ده معناه ايه؟ معناه انك بتشك فيا. مش انت اللي طلبتي مني افتح التليفون ابص على الرسالة بتاعت البنك وهو بعت ساعتها؟ حتى لو مش المفروض تفتحها. وبعدين مسج عادية جدا يا فريد، الراجل بعت لي مسج بيشكر لي فيها عن موقف كويس حصل بيني وبينه امبارح، ايه المشكلة؟ اه اللي هو ايه بقى؟ مش هقول يا فريد، مش هقول عشان حاجه ما تخصنيش. لا معلش يا رندا، محتاجك تقولي لي، لانك لما قلتليش هيبقى عندي علامه استفهام كبيره قوي.